كل أم وأسلوبها بالتدريس اللبنانية. حبيب قلبي في بإيدك 5 fingers، ولو ماما أخذت فنجرين قديش فنجر بيضل بإيدك؟ يلا حياتي إذا عرفت بدي أخذك كزدورة على المول. الأم المصرية فتح مخك معايا يا واد أحسن، وديني لأفتحه لك بالجزمة القديمة، حمارين زائد حمارين يساوي كام يا واد؟ ما تغلبنيش كفاية أبوك، ربنا ياخدك أنت وأبوك. الفلسطينية يما الله يرضى عليك، معك 10 ليرات وجاك 1 واطي وسرق منهم 5، اكمل ليرة بيضل معك؟ يغص بالك يا بعيد، والله لو بدرس كرد كان فهمها، يلعب مخك الكندرة. العراقية يا ابني بابني ركز شوية وافتح مخك، اكو 10 اشخاص انفجرت بهم قنبلة مفخخة وماتوا 4 من ال10، قد يبقون؟ قول قد يبقى، من نامت عليك طابوقة انت وابوك بيوم واحد وخلص من هالعيشة الزفرة. السورية ركز معي يا تقبرني، لو عندك صحن فيه 7 حبات كبة اجا ابوك اكل منهم 2، ريتوا صحتين على قلبه يقبر قلبي ان شاء الله، شو اشتقت له الدرسان. المهم كم كباي بضل عنا؟ شو ما عرفت تشكل قاسي، اذا حاسسها صعبة علينا خلينا نحط بالصحن بدال الكبة كوسة محشي. الاردنية هي ولا لد علي جاي، هذول 4 تيوس، لو ذبحنا واحد وسوينا عليه منسف قل لي يا تيس قديش بضل عنا تيوس خلاف انت وابوك؟